عليكم ورحمة الله. اليوم أريد أتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو management of migraine in emergency room. مثل ما نعرف migraine هو one of the most common neurological diseases. طبعا هو second most common cause of chronic headache. المايغرين مثل ما نعرف هو chronic headache, يعني one of the most common causes of headache, و second most common cause of chronic headache بعد ال tension type headache. أوكي. فالملاحظة اللي هي المهمة أنه هو chronic headache, يعني هو chronic disease, فبالتالي يعني هاي الشغلة جدا مهمة أنه تخلينا نفرق, يعني مثل ما نعرف أنه الديوريشن جدا مهمة تخلينا نفرق بين إذا هو acute attack مثلا بها differential diagnosis, إذا هو chronic أو recurrent, يعني أيضا بdifferential خاص, subacute بdifferential خاص. فإذا هو one of the most common causes of chronic headache. أوكي. ممكن طبعا السيفيرتي ممكن تكون مودريت او سيفير, فبالتالي كلش كمان انه تلاقي بيشنت بالطوارئ بيشنت مايغرين. طبعا هو مثل ما نعرف بما انه هو كرونيك هيديك, يعني هو كوز اوف كرونيك ريكيرنت هيديك, فبالتالي عاده الكيسات اللي هم عندهم ريكيرنت اتاكس او اوريدي يعني هم دايجنوست از كيس اوف مايغرين, التعامل وياهم حيكون سهل عاده, الدايجنوست حيكون straight forward. بس التشالنج وين حيكون؟ التشالنج حيكون انه بداية الديزيز, يعني بعد ما مشخص مثلا فيميل يانج مثلا عمرها 15 او 16 جاتي للطوارئ بسبب سيفير هيديك. اوكي. هنا هو التشالنج حيكون, يعني هي ما عندها previous history, هسه هو بجديد يصير عندها المايغرين, فما عندها previous history of attacks of headache, وما عندها اصلا not diagnosed, فبالتالي هنا حيكون شويه challenging diagnosis حيكون شويه challenging. ممكن يعني الواحد يعني اذا ما عنده يعني فد يعني باك جراوند عن المايغرين ممكن يعني يروح باله على غير diagnosis. اوكي. فبالتالي هنتكلم عن البرزنتيشن والاكزامينيشن, اذا اكو انفستيجيشنز مهمه شنو, واهم شيء عندنا يبقى التريتمنت. بالنسبة كبرزنتيشن, البرزنتيشن مثل ما نعرف هو typically young أو middle aged female. ليش قلنا female؟ لأنه هو أكثر بالfemales من الmales, حوالي 3 مرات أكثر بالfemales, فذن هو typically young أو middle aged عادة, لأن هو بعد المينوبوز عادة يختفي, أو يعني خلينا نقول تخف الأتاكس, يعني عدد الأتاكس حيخف حيقل, والسيفيريتي أيضا ممكن تخف, بس القصد أنه يعني هو young أو middle aged, يعني بعد المينوبوز يعني كلش يكون قليل التاكس, تكون كلش قليلة مع المايغرين. والتيبيكال ايج اوف انست هو غالبا او عادة هو يعني اليانج, ممكن يكون بالميدل ايج. اوكي. بس عادة اهل الميدل ايج هم يعني اوريدي دايجنوست, عندهم هيستوري قديم, لان بداية مثل ما نعرف انه عادة تيبيكلي البداية ما تكون يعني ات يانجر ايجز, طعشات او عشرينات. اوكي. يستمر إلى بعد المينوبوز. بعد المينوبوز مو ما يصير أنه أوكي يصير, ولكن يعني كأتاكس تكون number of attacks يكون أقل. طبعا مثل ما قلنا هو بالفيميلز أكثر من الميلز, بس مو معناه أنه ما يصير بالميل, لا عادي يصير من كل 4 كيسات تقريبا 3 فيميل 1 ميل تقريبا, يعني كشي تقريبي زين. تشيف كومبلينت مال يعني مثلا إجت كيس young او middle age female عاده للطوارئ, chief complaint حيكون شنو؟ حيكون عباره عن chronic recurrent headache. شنو chronic؟ chronic يعني headache, يعني chronic headache طبعا مثل ما نعرف اكو كل فد يعني كل symptom او كل sign symptom او كل disease بفد مراحل او بي يعني كلاسيفيكيشن العفو الاكيوت سب اكيوت كرونيك. فبالنسبه للهيديك اذا مور ذان 3 مانثس نسميه كرونيك, اذا مور ذان 2 ويكس الى حد 3 مانثس يعني اقل من 3 مانثس نسميه سب اكيوت, اذا اقل من 2 ويكس هذا نسميه اكيوت. فاذا هو عاده شنو الهيستوري يكون ممكن يكون اشهر, يعني اكثر من 3 اشهر, ممكن يكون اشهر, ممكن يكون سنوات اصلا, يعني زي ما نعرف انه يطول سنوات المايغرين, لانه يعتبر مرض not curable disease, مرض يعني غير قابل للشفاء هو المايغرين. فإذا الهيستوري حيكون عبارة عن chronic recurrent headache, يعني مثل ما قلنا الهيستوري حيكون 3 أشهر أو أكثر. أوكي. و recurrent attacks of headache. أوكي.
يعني أنا مثلا عندي صار لي فد مثلا سنتين عندي هذا الهيديك، مثلا بالشهر تجيني مرتين الاتاكس، أوكي ممكن مرات أكثر ممكن مرات أقل، فإذا هذا معناها كرونيك هيديك كرونيك اتاكس. أوكي هذا قلنا يعني عادة الدايغنوسيس حيكون ستريت فورورد، أو ممكن يجي يعني تجيك هي الكيس تقول لك أنا أصلا يعني رحت على طبيب أخصائي وشخصني أنه أنا عندي مايغرين. هذا عادة مثل ما قلنا يكون ستريت فورورد الدايغنوسيس، بس ممكن الدايغنوسيس يكون شوية تشالنجينج إذا الكيس يعني بعدها بداية الديزيز، فبالتالي مو شخصيها وما عندها أصلا هيستوري قديم، هنا شوية حيكون شوية ممكن تكون شوية مزعجة الكيس. فهذا الـ يعني أكيد حيساعدك الهيستوري والإكزامينيشن كلش حتساعدك. الاناليسيس اوف مايغرين هيديك، هاي الاشياء اللي حتسالها بالهيستوري اللي هي الاناليسيس اوف هيديك حتكون كالتالي. سايت وعاده ممكن يكون عاده حيكون افكتس وان سايد اوف ذا هيد، بس هذا مو رول. اوكي هذا ممكن يكون يعني افكتس ذا انتاير هيد، بس يعني هو عاده افكتس وان سايد. اوكي عندنا بالنسبه للاونست، الاونست هو عاده جراجوال، يعني انا ما عندي الانست هو عادة جراجوال، يعني أنا ما عندي مثلا مايغرين يجي سادن انست. سادن انست يعني مثلا يقول لك أنا كنت أصلي وركعت ومفجأة صار عندي كلش سيفير هيديك سادن انست مثلا فور اكزامبل. هذا طبعا أكيد حيمشي بغير اتجاه اللي ممكن يكون سبب أراكنود هيمورج، فماكو مايغرين هو سادن انست. ديوريشن مالته ممكن تكون from 4 hours to 3 days، يعني من 4 ساعات إلى 72 ساعة، بس ممكن يكون أقل عادي يعني عادي، بس عاده هو من 4 ساعات الى 72 ساعه. اوكي هذا بالنسبه للديوريشن تيبيكلي. يعني سيفيريتي ممكن يكون مايلد مودريت او سيفير، بس هو عاده لو مودريت لو سيفير عاده. التايب او يعني الديسكريبشن يعني شلون تقول له اوصف لي الالم، هيقول لك ثروبينج او يعني بلسيتينج يعني ينبض البين. الاجرافيتينج فاكتورز يعني اكو هاي اجرافيتينج فاكتورز، مثلا عندنا الكافيين اللي هي شاي القهوه، ستريس، اوكي اللايت، هذول يعني الفوتوفوبيا نسمي، نويز الفونوفوبيا، الابنورمال سليب، اوكي يعني هذول اهل الانسومنيا وغيرهم، اوكي ديستربد سليب يعني سليب ديستربنس. ريليفينج فاكتورز يعني عكس الاجرافيتينج فاكتورز، مثلا اهل الفوتوفوبيا يقول لك احنا من يصير ظلام شويه يعني يهدأ، أهل الفونوفوبيا يقول لك إذا شوية الصوت يروح عنك شوية يهدأ، أوكي إذا نفسيتك ترتاح يروح السترس عنك، يروح تروح الامتحانات كذا شوية تخف الاتاكس، أوكي هاي ريليفينج فاكتورز. الاسوشيتد ساينز اند سيمتومز عادة هي النوزيا اند اور فوميتينج، الفوميتينج شوية أقل من النوزيا، بس النوزيا عادة موجودة تكون عادة يعني تيبيكلي تكون موجودة. بعض ايضا بعض البيشنت ممكن يكون عندهم اورا اللي هي مثل ما نعرف نسميها النذير بالعربي، يعني قبل ما تجي الاتاكس او فيديك ب 20 او 30 دقيقه يصير عندهم اورا اللي هي ممكن تكون عندهم فلاشز اوف لايت ان ذا اي، ممكن يكون عندهم لوس اوف سنسيشن، يعني مو لوس اوف سنسيشن مثل ما هو يعني ترو لوس اوف سنسيشن، بس ممكن يعني كانما يصير ابنورمال سنسيشن، اوكي او تينجلينج سنسيشن، اوكي يعني فد او ممكن يكون حتى sometimes motor abnormalities، هاي سبب يعني disturbed electrical activity in the cerebral cortex. اوكي هاي يعني اكو many things للاورا، يعني many shapes. اوكي عندنا بالنسبه للexamination الexamination اهم شيء طبعا such patient الexamination حيكون اهم شيء مثل ما نعرف يعني كأي patient هو الفيتالز. الفيتالز أهم شيء طبعاً بالنسبة للإكزامينيشن of any patient in the emergency room. ذولي طبعاً نركز على كل الفيتالز و including body temperature، لأن body temperature very important، لأن واحدة من أهم differential diagnosis of headache in emergency room هو المينينجيتس. أوكي فأي patient toxic و high fever أوكي with headache يعني لازم نخلي بالنا المينينجايتس as a top differential diagnosis. اوكي فاذا الفيتالز very important. اوكي طبعا اكو uncommon aggravating factor for migraine اللي هو الهايبرتنشن، uncommon aggravating factors او ممكن يكون secondary to headache. اوكي
يعمل مثل ما نعرف انه الهيديك هو يسوي ديستربنس للديلي اكتيفيتي اذا كان كلش سيفير، فممكن حتى ما ياخذ العلاج بالضبط. اذا هو عنده هايبرتنشن فممكن يصعد، اوكي، فممكن تلاقيه صعد شويه الضغط، اوكي. يعني فور اكزامبلز عندنا نعطي مثال على الفايتال ساينز، اوكي. بالنسبه عندنا بما انه هي نيورولوجيكال ديزيز، نيورولوجيكال سيمتومز، هو جايني بهيدك يعني، فاكيد انا ايش راح اسوي بما انه هو هيدك، فاذا هو belongs to the CNS، فالاكزامينيشن حيكون شنو؟ vitals. ثم بعدها نسوي neurological assessment او neurological examination. اهم شيء اركز عليه اللي هو شنو؟ meningeal signs، حتى استبعد subarachnoid hemorrhage، استبعد meningitis، اوكي. هاي ادى بالنسبه لل neurological examination. يعني اوكي انت تسوي خلينا نقول full neurological examination اللي هو rapid examination، او يعني اكو فد مصطلح اللي هو نسميه neurological examination in emergency room، فد شيء مختصر للneurological، اوكي. بس طبعا اهم شيء مثل ما قلنا نركز على meningeal signs، اوكي. بالنسبه عندنا للinvestigations investigations طبعا there is no يعني any single investigation to diagnose the migraine، اوكي. فبالتالي الانفستيجيشنز حتبقى يعني انت وتقديرك للموقف. اذا الانفستيجيشنز تو رول اوت اذر ديفرنشال دايجنوسيس، اوكي. مثلا انا شكيت سواء كانت هيموريج ادز براين سيت، انا شكيت بمننجايتس اسوي له سي اس اف، وهكذا، اوكي. ادى بالنسبه للتريتمنت، التريتمنت ايضا التريتمنت طبعا مختلف او يختلف من مكان الثاني، ولكن اني طبعا طلعت التريتمنت من البي ام جي بريتش ميديكال جورنال، تطبيق كلش راقي طبعا ومرتب يعني بشكل فيرست لاين سكند لاين ثيرد لاين، وسويت عليه شويه موديفيكيشن بس ما لعبت بالترتيب، يعني سويته بشكل اكثر مبسط بس ما لعبت بالترتيب، اوكي. فعندنا اول شيء الفيرست لاين اللي هو الباراستول او نون ستيرويدز انتي انفلاماتوري دراجز. الباراستول عاده اذا موديريت هيدك، يعني الباراستول والنون ستيرويدز تكون كلش افكتيف اذا موديريت هيدك. اذا سيفير هيدك ممكن تكون ليس افكتيف، اوكي. بس طبعا تعتبر وان اوف ذا موست امبورتنت يعني انالجيسكس ان ذا ايمرجنسي روم. طبعا الباراستول عاده اللي هو الاي في، اوكي، الاي في اللي هو يكون يعني مور افكتيف ذان اورال، وايضا مثل ما قلنا ممكن يكون اصلا عندهم نوزيا فنتجنب الاورال اذا عندهم نوزيا. كذلك النون ستيرويدز مثل عندنا الديكلوفيناك، نابروكسين، البروفين، الكيتورولاك، وهسه مثل ما نشوف مثل ما راح نشوف ايضا الاسبرين، يعني بالخارج يستخدموا ايضا عندهم، يعني احنا ما صور عندنا الثراب الانالجيستيك دوز مال الاسبرين ما شايفه الصراحه، يجوز اكو اللي هو يوصل 900 ملي جرام او 1000 ملي جرام، ما اعرف اذا موجود عندنا او لا، اوكي. فاذا اول شيء عندنا الفيرست لاين هو الباراستول او نون ستيرويدز. اذا ما فادني هذا الفيرست لاين او ما عندي، هو يعني رير لانه ما عندي، يعني الشكو مثلا ابسط شيء الفولتارين موجود اكيد. اذا 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 مثلا ما فادني هذا اللاين فيرست لاين او انه ما عندي على عاده يعني قليل، او انه اكو كونترا انديكيشن مثل ما حنحكي ان شاء الله بعد شويه الكونترا انديكيشنز. الكونترا انديكيشنز تو نون ستيرويدز ممكن اكو فد بيشنت عنده كونترا انديكيشن تو نون ستيرويدز، مثلا خلينا نقول مثلا احنا النون كونترا انديكيشن ستيرويدز هم اللي هو ممكن يكون هايبر سنسيتيفيتي تو ذيس دراجز، او ممكن يكون عنده مثلا ان كنترولد هايبرتنشن او ان كنترولد دايابيتس. الان كنترولد اذا كنترولد اوكي، او اذا عنده مثلا هيستوري اوف بيبتيك ألسر ديزيز، اوكي، او اذا عنده ازمه، اوكي، او اهل الكونجستيف هارت فيلير ايضا ما اجازف انطيهم نون ستيرويدز، ممكن يسوي لهم يعني فلويد ريتينشن، ممكن يسوي لهم يعني اكيوت بلونري ايديما، اوكي، اجريفيتنج ذير. وطبعا عاده يعني الدوز هي حتكون سنجل دوز، اوكي، مجرد انه يعني فقط بالطوارئ استخدمه. بس مع ذلك اذا اكو يعني يعني such cases نعتبرها relative contra indications او absolute contra indications، اوكي. فما يعني حتى لو relative contra indication مثلا واحد يعني خلينا نقول ضغطه اوكي يعني بوردر لاين، انت مثلا ما تريد تجازف، اوكي، يعني هذا يعني انا اقول جود ايديا انه هو اوكي. انت اذا هو يعني ضغطه مو كلش صاعد تقدر تنطي نون ستيرويدال، ولكن اذا ان كنترولد ما يصير تجازف، هذا يعني ممكن يعتبر ريليتيف كونترا انديكيشن، او اذا كان كلش سيفير يعني هذا يعتبر اذا سيفير هايبرتنشن يعتبر ابسولوت كونترا انديكيشن،
وهكذا. بس القصد انه اذا لقيت حط له ريليتيف كونترا انديكيشن حاول تغير العلاج. حط له ريليتيف كونترا انديكيشن. اوكي السكند لاين اذا قلنا اذا الفيرست لاين ما فادني او اكو كونترا انديكيشن او الدراجات ما متوفره نروح على السكند لاين. السكند لاين اللي هو يتكون من تو جروبس ايذر اور ايذر تريبتانز اوكي او ارجوتس ايذر تريبتانز او ارجوتس. ليش قلنا ايذر اور؟ ليش ما قلنا تريبتانز اند ارجوتس؟ يعني طبعا اذا تطيها اثنيناتها وحده تعتبر سينرجستيك للثانيه سينرجستيك سوري للثانيه بس وبالتالي تسوي سيفير فازو كونستركشن ممكن تسوي سيفير هايبرتنشن اوكي او ممكن تسوي لنا يعني انجينا اوكي فطبعا تعتبر كونترا انديكيتد انه تطيها اثنينات زوية. فبالتالي السكند لاين هو حيكون لو تريبتانز اللي هي سوما تريبتانز والمي تريبتان الى اخره او ارغوتس اللي هو الارغوتامين دايهيدرو ارغوتامين اوكي. فاذا ايذر اور اذا عندك تريبتانز اوكي انطي تريبتانز ما عندك تريبتانز انطي ارغوتس اوكي. فاذا اذا نطيت تريبتانز ما يصير تنطي ارغوتس وبالعكس يعني اذا اعطيت ارغوتس ما يصير تنطي وراها تريبتان تريبتانز اوكي يعني ما صرت النطي سويه اوكي. هاي عندنا بالنسبه للسكند لاين. ايضا بالنسبه للكونترا انديكيشنز اللي هو مثل ما قلنا الكوروناري ارتري ديزيز يعتبر كونترا انديكيتد والان كنترول هايبرتنشن لان هي تسوي فازو كونستركشن وبالتالي هي صعد الضغط اوكي. اذا هذني اهم كونترا انديكيشنز اللي هي الهارت ديزيزز سبيشالي اسكيميك هارت ديزيز والهايبرتنشن أو تعتبر contraindicated. يعني خلينا نقول cardiovascular diseases تعتبر contraindication للtriptans والارغوتس اثنيناتهم نفس contraindications. وأيضا يعني hypersensitivity to drugs أيضا هتعتبر يعني أكيد absolute contraindication. إذا second line ما متوفر أو إذا second line طيت واحد من عندهم اللي هو either triptans أو ارغوتس وماكو response أو إذا patient عنده contraindication نروح للthird line اللي هو steroids. اوكي مثل عندنا بريدنيزولون او مثيل بريدنيزولون او ديكادرون ديكساميتازون اوكي. هذا ايضا يعني بقي تقريبا اللاست تشويز الستيرويدز. ايضا بعض المصادر تذكر انه اللي هو الاوبيويدز. طبعا بعض المصادر تقول الاوبيويدز هو ون اوف ذا موست امبورتنت انالجيزيا يعتبر سكند لاين اصلا اكو بيها تقول بس بالبي ام جي اصلا حتى مذاكري بالبي ام جي اصلا مذاكرين الاوبيويدز من ضمن التريت من ضمن lines of treatment بس أنا خليت اللي موجود بغير مصادر الأوبيويدز. وهسه مثل ما حنعرف ليش يعني ما يحبذون استخدام الأوبيويدز بس طبعا هي تعتبر يعني very effective analgesia أوكي. فإذا هذا يعني فد شيء يعني خلينا نقول detailed عن التريتمنت هو detailed بس يعني أيضا بنفس الوقت يعني summarized. خلينا نقول هسه راح إن شاء الله نشوف الدوزز وأيضا إذا أكو ملاحظات. بالنسبه عندنا الستيرويدز هاي اول شيء عندنا مثل ما قلنا اسبرين هاي الدوز مثل ما نشوف قدامنا 900 الى 1000 ملغ سنجل دوز وبعدين تبقى على المينتيننس اللي هي 300 الى 900 اوكي. الفولتارين ديكلوفينك الايبوبروفين نابروكسين اوكي. سكندري اوبشنز ايضا اللي هي سيليكوكسيب الاندوميتاسين كيتورولاك هاي تعتبر سكندري اوبشنز اوكي. عندنا مثل ما قلنا هذا الفيرست لاين اللي هو نون ستيرويدز. السكند لاين اللي هو ذكرنا ايضا كونترا انديكيشنز مال نون ستيرويدز. السكند لاين هو قلنا ايذر تريبتانز او ارغوتس. ايذر تريبتانز اللي هي ذني اللي مثلا عندك الالموتريبتان الاليتريبتان الريزاتريبتان سوماتريبتان زولميتريبتان وهي ايضا سكندري اوبشنز اللي هي ناريتريبتان فروفاتريبتان اوكي. والدوزج قدامنا مكتوبه يعني الواحد يقدر اذا حط له بالطار يطلع الموبايل عادي يطلع موجوده بالميديسكيب ايضا الدوزز شلون تنطي اوكي. اكو ناس اورال طبعا اكو ناس هذني كلها اورال اوكي. مثل ما قلنا هذا عندنا ال second line لو هذا لو هذا ما يصير ننطيه اثنيناته لو تريبتان لو ارغوتس. اذا لو تريبتان لو نحول على الارغوتس
وإذا أعطيت واحد ما يصير أعطي الثاني. هذا الدايهيدرو أرغوتامين الأرغوتامين أوكي. هاي الملاحظة شو تقول لك؟ أرغوتامين should not be used with sumatriptan يعني with the triptans كلها in general. Ergots and steroid derivatives have agonistic activity as serotonin receptors known to be involved in migraine but are also active at dopaminergic and adrenergic receptors causing treatment limiting side effects such as nausea, hypertension and peripheral vasoconstriction. اوكي مثل ما قلنا اذا نعطيها سويه ممكن يسوي لنا سيفير هايبرتنشن او مي اجريفيت كارديك اسكيميا اللي هي انجينا بيكتوريس. اوكي قلنا اذا سكند لاين اللي هو ايذر اور ما موجود او كونترا انديكيشنز اوكي نحول للثيرد لاين اللي هو ستيرويدز اللي هم بريدنيزولون اوكي او اذا عندك اي في مثل بريدنيزولون او ديكساميثازون. طبعا الدوزات ما ذاكرها شو اسمه بس بحثت بالانترنت يعني هو هاي دوز فاكيد البريدنيزولون هاي دوز هو قد هو 60 ملي جرام يعني 50 60 وانت صاعد اوكي. والديكساميثازون ايضا هاي دوز اللي هو 8 الى 15 ملي جرام اوكي. هذا قلنا خلينا نقول هو يعني قبل الاخير الثيرد لاين. الفورث لاين بقى عندنا شنو الاوبيويدز. الاوبيويدز مثلا عندك ترامال اللي هو عاده اللي موجود بالطوارئ اوكي يعني تمو مثلا مو منطقيا انه تستخدم مورفين المايغرين يعني ما اتصور اكو فد مايغرين كلش سيفير بحيث تعطي مثلا كل هذني اللاينات وما يسكن ويبقى لك بس المورفين والجسمه اوكي. هاي عندنا بالنسبه للثيرد لاين واللي هو اللاين الاخير اوكي. بقى عندنا مثل ما قلنا الترامال وجماعه الاوبيويدز يوم ذاكرهم بس احنا نذكرهم عادي ممكن تستخدم ولكن تعتبر اخر خيار يعني مثل ما حنشوف هاي الملاحظه اللي تقول use of opioids in emergency room despite published guidelines recommending non-opioid treatment for acute migraine opioids were administered for adults. اوكي شنو السبب يقول لك ليش ما تنطي الاوبيويدز بالطوارئ للهيديك. Use of opioids in the emergency room to treat this condition have been associated with increased risk of revisits, hospital admissions, and increased يعني length stay in the hospital in the emergency department. Okay, يعني حيزيد يعني بقى المريض بالطوارئ حيزيد الريسك أنه يرجع مرة ثانية الهيدك. ما أعرف طبعا شنو هاي الدراسات ليش هيك بس هو يعني دراسات حقيقية ومثبتة. اوكي بقى عندنا شغله مهمه واخيره اللي هي عندنا مثل ما قلنا انه النوزيا والفوميتنج فيري امبورتنت فبالتالي جدا مهم انه تعالج النوزيا والفوميتنج اوكي. فعندنا الادجنكتيف تريتمنت اللي هو الانتي ايميتكس اوكي. الانتي ايميتكس طبعا اهم شيء اللي هو البلازيل ميتوكلوبرامايد مثل ما نشوف قدامنا او بروكلوربيرازين او بروميثازين هذني طبعا خلينا نقول الفيرست لاين انتي ايميتكس بالمايغرين حسب البي ام جي اوكي. ممكن تستخدم غيرها بس يعني هي اهم شيء طبعا اوكي. ان شاء الله اخيره ايضا اللي هي الهايدريشن لان مثل ما نعرف الدي هايدريشن هو اجريفيتنج فاكتور للمايغرين فبالتالي اذا البيشنت سام تايمز ممكن يحتاج اذا ما يقدر ياكل ويشرب بسبب الفوميتنج او النوزيا والفوميتنج فبالتالي ممكن تعطي اي فلويدز لان مثل ما قلنا الدي هايدريشن يعتبر aggravating يعني triggering the migraine may trigger migraine okay. هذا أهم شيء طبعا عندنا بالنسبة للmigraine headache بالكاشي clinical. أتمنى أنه غطينا يعني أهم الأشياء بالنسبة للmigraine. الدوزات موضحة هنا وأيضا موجودة برنامج الميديسكيب اللي هو يعني free لأن البي أم جي باشتراك okay. وأتمنى إن شاء الله تكون الفكرة واضحة وشكرا جزيلا لكم.